بالبدايه بدنا نوصل عشان نكسب البي كير بالنولو اول شيء ثاني نوصل هاي يعتبرها ار بتوصل ار على ار بتوصل اس على اس بتوصل تي على تي بتشرد هام شرد هذول زي ما انت شايف بعدين بتطلع من هذا الطرف بتروح في على الكرنت كوين من هاي لما تروح فيها الكرنت كوين من هاي طلعنا فيه زي ما انت شايف على الأميكا طلعنا فيه من هذا الطرف على الأميكا والطرف الثاني من الأميكا سكرنا فيه على الأر هاي الآن يعني بنرجع على الأس الأس بيطلع على هذا الوات ميتر هذا الوات ميتر بيطلع على جهة الفولتية الطرف الثاني منه الطرف الثاني منه بيفوت على هاي الجهة من جهة الوات ميتر من الوات ميتر والجهة الثانية بسكر فيها هنا على الأس آخر شيء التي تطلع من التي على الكرنت كويل هان والكرنت كويل بتسكرها هان بتيجي هان بتشرك هذول وبتيجي على السورس هذا دي سي من الدي سي بتروح طرف على الاميتر هيا الاميتر والطرف الثاني بفوت على الفيلد من هان وبتسكر الفيلد هاي طرف الاميتر بفوت هانا ثم هذا بسكر هانا وهذا بنكون خلصنا توصيل النولو بنصير بنحرك هانا نغير بال بال بالباور فاكتور ونقيس هذا الفيلد وهذا الارمتر نصير نقيسهم مع بعض بتغيير الباور فاكتور من 5 اندكتيف ل 5 كابستيف هذا النولو ثم عشان نعمل وذ لوب نصير نغير بال شو اسمه فيكتور نزيد له واحد نزيد له واحد ونصير نغير خلص الان نعمل تجربه نعمل باقي التورك كاركترستكس نيجي نصفر التورك بالبدايه نيجي نغير عشان نعمل الباور فاكتور قيمته 1 نيوتن ثم نيجي بعد ما نثبت هذا نصير نغير بالتورك نغير بالتورك ونأخذ قراءات للباور فاكتور ولل اي اف ولل اي اي وللباور وللسرعه برضه